اليوم أصدرت محكمة الاستئناف بفاس الغرفة الجنحية برئاسة الأستاذ زين قرارها في قضية أغنية الراب أو ما يعرف بكبيتي للفنانين أمين ويوسف، قضت بالفعل بتخفيض العقوبة إلى 4 أشهر بدل 2 التي كانت قد قضت بها المحكمة الابتدائية في مواجهتهم. الأمر يتعلق بأغنية من مقطعين غناها فنانان هما يوسف وأمين، فيها لازمة أيضا تعكس الجو الذي يعيشان فيه في حي شعبي في حي هامشي. ارتأت النيابة العامة أن تتابعهما من أجل التحريض أو تحريض القاصرات على ممارسة الدعارة. فعلا تم بحث تمهيدي، أحيلت القضية على النيابة العامة، تمت المتابعة وتمت الإدانة ومعاقبتهما بسنتين حبسا نافذا. المجموعة ديال الناس ارتأوا أن العقوبة يعني مبالغ فيها، عقوبة كبيرة، ربما أن أصلا ما كايناش جريمة. من بين الأشخاص البطل العالمي السي مصطفى الخصم اللي هو كثرتني بعلاقة عمل وعلاقة صداقة وكلفني بأنني ندافع على هاد الناس. وبالفعل كانت هاد النهار الجلسة وكانت جلسة في مستوى راقي وعالي، وقضت المحكمة بما قضت به من تخفيض العقوبة من 2 إلى 4 أشهر. المرافعة ديالنا كانت فيها مقاربات يعني متعددة، كاين مقاربة قانونية بطبيعة الحال، وكاين مقاربة اجتماعية، وكاين مقاربة فلسفية فنية. فبالفعل وضحنا للمحكمة بأن الفن لا يخضع لتلك المعايير الأخلاقية المتعارف عليها بشكل قاطع ويعني دقيق. الفن دائما عنده ميول إلى الحرية، إلى التعبير عن ذاته، ومن يحاكم الفنان هو الجمهور ديالو. اللي ما عجبتوش هاد الأغنية ما يسمعهاش، اللي ما عجبوش هاد الفيلم ما يشوفوش، اللي ما عجبوش هاد اللوحة ما يشوفهاش إلى آخره. كانت مقاربة قانونية لأن احنا ارتأينا أن النيابة العامة ولا الحكم الابتدائي أخطأ في التكييف القانوني لتلك الأفعال. لا وجود إطلاقا لما يمكن أن يعتبر تحرير أو تحرير للقاصرات على ممارسة الدعارة. يعني استدري واش بالإمكان أنني نمشي أبعد من ذلك معكم، أنني نوضح لكم المسألة. هي أن كانت عبارة في الأغنية ارتأى يعني قراءة خاطئة في نظرنا، ارتأت أنها فيها تحرير للقاصرات على ممارسة الدعارة. والواقع أن الفنانان في هذه الأغنية يعني يدينان ويشجبان تلك الممارسات التي تقوم بها القاصرات في علاقتهن بأصحاب الدراجات النارية، تعرف دي المسائل. كانت أيضا هناك مقاربة اجتماعية، وضحنا لهم بأن فن الراب هو فن على مستوى عالي من الفنون، وربما قد لا يعجب فئات عمرية معينة في المجتمع ديالنا، ولكن هذا لا يمنع أن الراب هو فن ديال الشارع، نشأ في الشارع، يعبر عن الشارع، عن ما يدور في الشارع، هو يقرأ ما يحدث في الشارع، هو ينتقد ما يحدث في المجتمع. ولذلك يعني تفاعلت معنا محكمة الاستئناف الغرفة الجنحية، وفعلا قضت بتخفيض العقوبة كما قلت لكم من 2 إلى 4 أشهر. كنا نتمنى أن تقضي ببراءتهما، لأن شباب مثل هؤلاء هم في حاجة إلى التشجيع، إلى ربما أحيانا إلى التوجيه، ولكن أكيد ليسوا في حاجة إلى السجن. بالفعل بعد التكليف اللي تلقيته من السي مصطفى الخصم زرتهم في السجن، زرتهم في السجن كزيارة ديال المحامي الموكلين ديالو. وبالفعل يعني تفاجأت بأنهم شابان على درجة عالية من الأخلاق ومن التكوين الفني ومن اللطافة. وكانت الزيارة أخذت وقت لا بأس به، تعرفت من خلال الزيارة بهم، وربما كانت لي حتى أنا مناسبة أن أتعرف على فن الراب من شابين. يعني فأحدهما ربما يعني عند محطم رقم قياسي في عدد الأغاني، ما يزيد على 500 أغنية، عنده جوائز تلقاها، يعني ناس فاعلين في المجتمع. ربما يعني القمع ديالهم غادي تكون خسارة
البلاد نحن ندري يعني ربما فيعني كما قلت لكم ان فن الراب قد لا يعجب الكثير من فئات عمريه معينه، ولكن على اي حال هذا فن له جمهوره، يجب ان نوجه الناس الذين يتعاطون لهذا الفن، يجب ان نساعدهم ان نشجعهم على السير في الاتجاه الصحيح في الفن. كانت هذه نظريتي في المساله. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.